حوالي 113 طن من النفايات البلاستيكية بالسنة بينجون حوالي 6 مليون شخص العايشين على الأراضي اللبنانية بحسب أرقام وزارة البيئة، أي بمعدل 37.7 كيلوغرام للشخص الواحد. فوين عم بيروح كل هالبلاستيك؟ لأنه ببلدنا ما عنا الإلات المطلوبة لتدويرها، هالكميات الهيلة من البلاستيك يا أما عم بتروح عجبال النفايات أو المكبات العشوائية وهنيك تاخد مئات السنين تتحلل، يا أما عم بتم حرقها وعم نتنشأ سموما، يا أما كمان عم بتصير بالبحر وتتحول لمايكرو بلاستيك وبتفوت على أجسام الأسماك يلي عم نرجع نحنا نكلها. طيب شو الحل؟ قبل الأزمة كنا بلشنا نشوف مبادرات للاستفادة من هالبلاستيك عبر إعادة تدويره، والبعض منها بعضهم مكفى. أمام أحد السوبر ماركت شباب وصبايا حاملين بلاستيك وغير إشياء للتدوير. أنا بجي مشان الريسايكلينج بيطلع لي بداله بوينتس، بحول البوينتس يا بيطلع لك مصاري فيهم يا بتتبرع فيهم لان جي او. كثير حلوه الانيشيتيف يلي عاملينها، لانه لازم يكون في حدا عم بيفرز بهالبلد. بيجي لعنا زبون اول شيء بيجيب الاغراض، كل شيء بنعملها ريسايكل نحن بناخذها مثل بلاستيك كرتون وهالقصص، بكون فارزها اكيد بدها تكون نظيفه يعني ما فيها بقايا اكل، بنجيبها بنحطها على الميزان مثل ما شفت هون عنا، بنوزن له اياهم كل شيء، كل شيء له سعر حسب ما موجود على الابلكيشن. وحتى بتلاقوا قدام بعض السوبر ماركتس مكانات لتستبدلوا فيها قنينه البلاستيك بالمصاري. وهالمبادره مش وحده موجوده للتدوير. الانيشيتيف بلشت بال 2009، كنا نجمع طبقات القنينه وبحقهم كنا نصنع ويلتشير لحدا بحاجه او كرسي مدولب. اليوم كبرت هيدي الانيشيتيف كثير، صرنا بناخذ كل انواع الويست ومنبيعهم لمعامل لبنانيه، وبحقهم اكيد بنكون نحن عم ندفع السالاريز او المعاشات للاشخاص اللي هن بيشتغلوا معنا بالمعامل، وهن باغلبهم اشخاص عندهم احتياجات خاصه. هالمبادرات كثير مهمه، بس الأهم مبادراتنا كأشخاص. من هيك وباليوم العالمي لأمن الأرض رح نعطيكم كم خطوة ولا أهون حتى نخفف من استهلاكنا للبلاستيك بنهار نموذجي. هنهار ببلش بصالة الرياضة، يلي بيتمرن بيعطش، بس لحظة، مسوق قنينة البلاستيك يلي بتنكب واستبدلوها بالقنينة الريوزبل. خلصنا تمرين وصار وقت نجيب كم غرض للبيت. هون كمان لازم نتخلى عن استعمال كيس البلاستيك. فمثلا على البرادات، ليش بدنا ناخد اغراضنا بعلب بلاستيك اذا فينا نكون اخدين علب معنا من البيت نحط فيهم مشترياتنا؟ وليش بدنا نستعمل اكياس السوبر ماركت اذا فينا نستعمل اكياس قماش لحمل اغراضنا؟ للخضار والفواكه ولغيرها من السلع كمان في الاكياس اللي بتنغسل. صارت الساعة 10 ودوام شغلنا بلش، وبدها فنجان قهوة لنقلع بنهارنا. وحتى هون العادات الصديقة للبيئة بتكفي معنا، وقهوتنا بنشربها بفنجان ازاز جايبينه معنا من البيت. وإذا طلبنا دليفري للغدا لشو الشوك والملاعق البلاستيك بكفي يكون معنا هالشي من بيتنا. هيك منكون كمواطنين وفرنا على الطبيعة بيوم واحد كمية كبيرة من البلاستيك. مسؤولية الدولة والبلديات كبيرة، بس المبادرات الشخصية ببلد مثل لبنان هي اللي بتعمل الفرق.